رعب وخوف وبالأخير صفنة طويلة هي بالمجمل ردات فعل السوريين في شوارع دمشق عندما تم سؤالهم كيف تنتهي الأزمة في سوريا. يسعد أوقاتكم، معكم أنا رامي الخير ومن قلب الحدث. اليوم حبينا نسأل من نص العاصمة دمشق سؤال، كيف بتتوقعوا تخلص الحرب السورية؟ وكانت الأجوبة على الشكل التالي، تابعونا. كيف بتتوقع الحرب السورية تخلص؟ يعني هيك ما بعرف. شو أنت هيك توقعك كيف؟ أي توقع؟ بالسلام. أبداً؟ أوكي شكراً. كيف تتوقع الحرب السورية تخلص؟ كل بيموت. ما رح تخلص. ليش برأيك ما ممكن تخلص؟ والله ما بعرف. سؤال صعب لأنه مجهول. بكل سهولة. كيف يعني؟ ننتصر بكل سهولة، ما في شيء عندنا ما بيصير، وهذا الشيء نحن بإرادتنا وبنتخلص منه بسهولة. كيف تخلص؟ أكيد بس نموت. تخلص؟ السؤال غير متوقع. إن شاء الله قريباً، يعني كنا بنتمنى إنه تخلص. شو؟ كيف برأيك الحرب السورية ممكن تخلص؟ الحرب السورية ممكن تخلص. والله ما بعرف. لك ليش؟ والله ما في حرب. ما في حرب. بركي بيحطوا لنا الرئيس يكون مرة مثلاً. حلو، وقتها ممكن تخلص. يعني اتخذ الجريحة عاطف أبو قاسم موقفين. موقف باص جعل منه كشك يسترزق منه بعد الإصابة، وموقف من الجبهة الجنوبية التي كان يقاتل في صفوفها ويوصل باسمها الإمدادات إلى ريف دمشق الغربي. أخي أنا متخذ موقف حاطط فيه شوية معلبات وبسكوت وعدة منزلية للأولاد تعيش منه. الموقف الثاني بدايته أنا كنت بسرية النقل جبهة ثوار سوريا، كنا ننقل ذخيرة للغوطة الغربية إجمالا. اليوم أنا بتطلع وبتحسر على الجمود اللي بالجبهة الجنوبية كلياته، بتطلع أخواننا بدارية كيف عم تسقط المناطق وكيف العالم عم تجوع، وهذا الشيء بيحرق قلبي. طيب شو بتتمنى أنه من الجبهة الجنوبية تتوحد على كلمة، على قائد واحد، طيب على عمل موحد، غرفة عمليات واحدة، ما بدنا قائد واحد. المهم نكسر الحصار عن دارية، عن خان الشيح، عن العالم هاي اللي عم ترفع سلاحها بوجه النظام مشان احنا نعيش هون بأمان. ما بيكفي احنا عم ننام بأمان وهم قدام عم يجوعوا؟ بقول للقادة انه الموت اقرب من طرفة العين وكلياتنا راح نوقف على المحشر. مفروض القائد يكون امام العناصر. شوف شو بصير بالعناصر. الظرف اللي احنا وصلنا له يا اخي جمود من بعض قادة، يعني جمود لازم يشتغلوا، لازم يتحركوا، لازم يشيل كلمة انا يمشي لقدام. الكل انا بلاها، كلمة انا انساها. هذا اول موقف يتعوذ من الشيطان، اللي ما بتعوذ من الشيطان انا. الشيطان انا. ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، شكرا لكم وإلى اللقاء.